تحل اليوم الذكرى 49 ليوم الشهيد، ذلك اليوم الذي يخلد قصة بطولية لاستشهاد عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق وسط جنودها على الجبهة في الضفة الغربية لقناة السويس. الاحتفال بيوم الشهيد يتضمن قيام القوات المسلحة بتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، بما يتناسب مع التضحيات التي قدموها فداء لتراب الوطن، ويقوم كبار قادة الجيش بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارية لشهداء مصر في مختلف المحافظات، بجانب إقامة الندوات التثقيفية التي تتناول معاني التضحيات والفداء والدور البطولي للشهداء. تحفظ لنا ذاكرة الأيام ما قدمته مصر من خيرة شبابها ورجالها أثناء الحملة الفرنسية وطيلة فترة الاحتلال الإنجليزي. كان المصريون في مقدمة المدافعين عن فلسطين في حرب 48، كما تجلت بطولة أبنائها أثناء العدوان الثلاثي على بورسعيد وخلال حرب الاستنزاف التي أعقبت حرب يونيو عام 1967، وفي حرب أكتوبر المجيدة التي ثأرت فيها مصر لكرامتها محطمة أسطورة الجيش الذي لا يهزم. وخلال هذه الأيام يستمر رجال القوات المسلحة والشرطة في تقديم أروع صور الفداء من خلال بطولاتهم المستمرة في العملية الشاملة سيناء 2018 لتطهيرها من العناصر الإرهابية والإجرامية. يوم الشهيد رمز لبطولات خلدها التاريخ وتضحيات لا يزال يقدمها المصريون على جميع الجبهات، لتظل مصر دائما مرفوعة راياتها بين الأمم. طيب النهاردة بتحل علينا أيضا زي ما قلنا ذكرى يوم الشهيد الموافق 9 مارس من كل عام، واللي هو اليوم اللي أعلنته مصر منذ عام 1969 أيضا تخليدا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض وهو واقف وسط جنوده على الجبهة الأمامية. وخلينا نقول أنه يعني تأكدنا دائما أنه إذا كان أيضا الشهيد عبد المنعم رياض أيضا كان في قاطرة أو في أوائل لكنه المتصدرين للشهادة، لكنه الحقيقة حبل الشهادة لن ينقطع ومازال كثير من أبناء هذا الوطن بيسقطوا، وبالتالي التضحيات ممتدة من جيل إلى جيل إلى جيل. وخلينا نقول أنه لن يكون الشهيد الأول ولا يكون الشهيد الأخير، ستستمر التضحيات، وده اللي بيخلينا نسأل النهاردة كمان احنا شايفين المستقبل ازاي وفي حربنا على الارهاب. برحب بحضرتك معانا سياده اللواء محمد زكي الالفي مستشار باكاديميه ناصر على العسكريه العليا، برحب بحضرتك معانا. صباح الخير. اسعد صباحك يا فندم. يمكن زي ما حسام قال كده احنا كل يوم بنقدم شهيد شرف لمصر وشرف للعسكريه المصريه. اشمعنى اليوم اللي استشهد فيه عبد المنعم رياض هو اللي احنا سجلناه يكون يوم الشهيد؟ هو الشهيد الجنرال الذهبي سيادة الفريق عبد المنعم رياض. وأنا كنت أيامها طالب في الكلية الحربية لسه يعني بسنة تالتة، وهو سيادته كان قايم بزيارة ميدانية في منطقة المعدية رقم 6، وفي هذا اليوم هو تقدم إلى الحد الأمامي للدفاعات على القناة مباشرة، رغم أن كل اللي كانوا موجودين معه يعني كانوا بيقولوا له ما فيش داعي، قال لا انا لازم ادخل واشوف بنفسي واقعد في وسط جنودي ورجالي. فهو استشهد على الحد الامامي للدفاعات من نيران للعدو، ساعتها اطلقت عليه مباشره. وفي على فكره ناس عايشه من اللي حضروا هذه الواقعه في هذا الموقع يعني. فطبعا في هذا اليوم لما هو استشهد فكان هو كان رئيس اركان حرب القوات المسلحه يعني رقم 2 موجود. فكون هذا الرجل بنفسه وكان هو يعني مش راجل يعني حتى مش جنرال عادي، ده كان جنرال متفوق طول عمره. يعني هو كان اصلا بيدرس الطب وساب الطب، والده كان ضابط برضه كان في الكليه الحربيه وكان ماسك زي ما بنقول احنا لواء الطلبه يعني. وهو ساب كليه الطب بعد ما قعد فيها حوالي سنتين وانضم ودخل الكليه الحربيه وكان دايما بيطلع من الاوائل على دفعته، اتخرج سنه 38. وكان حتى لما بيسافر بعثات خارجية كان بيطلع الأول في هذه البعثات، سافر روسيا وسافر إنجلترا، وكان بيجيد 4 لغات كاملة
كان يجيد الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية، وتولى مناصب بتعتبر يعني في وقته أو في جيله مناصب قوية جدا ومؤثرة جدا. يعني تولى رئيس شعبة عمليات في هيئة الأركان كانت موجودة ساعتها، اللي هي تعادل الوقت هيئة عمليات القوات المسلحة. كان راجل له وزن. وبعد كده تولى القيادة الموحدة اللي كانت موجودة أيام الاتحاد من بعض الدول العربية، كانت موجودة اللي هي بيتقال عليها القيادة الموحدة. وفي نفس الوقت كمان كان في حرب 67 انتقل إلى الأردن في عمان هناك، وكان موجود في المركز القيادة المتقدم للقوات المسلحة. ثم عاد مرة أخرى إلى مصر وتولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة، وكلفه رئيس الجمهورية ساعتها قائد الأعلى للقوات المسلحة السيد الرئيس جمال عبد الناصر بإعادة البناء للقوات المسلحة، وإلى أن استشهد. وفي هذا اليوم اعتبر هذا اليوم يوم الشهيد في القوات المسلحة. وهنقف عند يوم الاستشهاد ده كمان اسمح لي، لكن هنروح لفاصل، وبعد ما نرجع هناخد بقى يعني دلالة الماضي وتأثيره كمان على الحاضر، ونشوف بيه كمان مستقبلنا. بعد الفاصل هنكمل محاضراتكم وذكرى يوم الشهيد النهاردة في صباح عالم. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، وبنرحب بالست اللواء محمد زكي الالفي المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا. برحب بحضرتك مره ثانيه ست اللواء. كنا وقفنا عند المشهد الختامي واستشهاد الفريق اول عبد المنعم رياض على خطوط الجبهه الاماميه في وسط جنوده. ده بيدفعنا ايضا للسؤال، يعني احنا ايضا اليوم لدينا خطوط اماميه وما زلنا في ما يشبه حرب ايضا مفتوحة في كل أنحاء الجمهورية، لدينا جبهة أمامية، ما هو الفارق بين الزمانين؟ خلينا نقول احنا في حرب فعلية، عشان برضو صحيح يعني في متخذ العديد من الإجراءات علشان أهلينا ما يبقوش في إحساس الحرب اللي هو زي 73 طبعا، اللي هي كانت جاية في عقب نكسة شديدة وقلنا بننشئ فيها قوات مسلحة. لكن احنا النهاردة عندنا قوات مسلحة قوية قادرة على حماية مكاسب الشعب كلها والمعاونه في اعمال التنميه. لكن هناك فرق كبير جدا بين العدائيات والتهديدات اللي كانت موجوده في حرب اكتوبر 73 والحرب الحاليه. اهم او الابرز فيها علشان خاطر حتى الساده المشاهدين يبقوا معانا، ان انا اللي يعني ابنائنا النهارده اللي بيقاتلوا اخواننا المقاتلين اللي موجودين في اي مكان، ورجال الشرطه طبعا معاهم، دول بيحاربوا او بيواجهوا عدائيات غير منظوره وغير طبيعيه وغير عاديه. بمعنى ان انا في الوضع العادي في حرب 73 انا كنت عارف العدو بتاعي ومميزه وبندرسه كويس جدا، وبنعرف امكانياته وقدراته وافكاره وهو وخبراته القديمه، كل جيش نظاميين بالظبط كده، من اول شكله وهيئته ولبسه لغايه الوسيله اللي بيستخدمها. انما دلوقتي انت بتقاتل عدو هلامي فعلا عايش في وسطينا، بيرتدي زينا، بيستفيد من البنيه التحتيه بتاعتنا كامله، وممكن يكون وبيستغل كمان اهالينا الموجودين كدروع بشريه. فدي خطورته، بالاضافه لانه هو بيتعامل بغدر وبخسه واضحه جدا، ويمكن اخرها الحادث بتاع الروضه، انت حضراتكم طبعا فاكرينه واهالينا كلهم، والحاجات الخطيرة بقى اللي بتستخدم دلوقتي، يعني عملية العبوات الناسفة اللي هو بيستخدمها وبطرق متعددة وغريبة وبتؤدي إلى خسائر فادحة جدا، لولا إن احنا اكتسبنا فيها خبرات كويسة واكتشفنا له كميات كبيرة جدا من هذه المتفجرات وهذه النوعيات وبدأنا نتعامل معها. بالإضافة لأنه هو عايش تحت الأرض في وسطينا، يعني هو في وسطينا حتى كمان عايش تحت الأرض، بيصل العمق مثلا لخنادق وملاجئ ومناطق يعني مول عليها قواعد ليه بيعيش فيها لأكثر من 15 متر، بيدفن السيارات، بيدفن الأسلحة، بيدفن الذخائر، بيدفن المواد التموينية، بيستفيد من التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال، يعني بيستخدمه في الاتصال بينه وبين مجموعاته، او بينقل بيه معلومات او صور يمكن للاذاعات المضاده او وسائل الاعلام المضاده او المناضده انها تستخدمها بطريقه
تسيء لينا وهي في الحقيقة تخالف ذلك. الحقوق الحاجة التانية برضو المهمة قوي دلوقتي اللي احنا بنقول عليها وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي سهلت كتير جدا من الأعمال، لدرجة ان هناك دلوقتي بالنسبة لهذا النوع من العدائيات ناس عايشة في وسطينا بتشكل منهم كتائب إلكترونية بتبث رسائل وتبث شائعات وتبث روح هدامة وتخفض من روح المعنوية لقوتنا وتقلل من قدر ما نقوم به من أعمال في جميع الاتجاهات، وده هدف رئيسي اليوم. ولكن الحمد لله يمكن في الفترة الأخيرة ودي حاسمت بقى العصر حرب معلوماتية دي شوية. ده هو بالظبط كده، حرب المعلومات أو ما يطلق عليها حرب حية، طبعا حرب النفسية أساسا أو العمليات النفسية، ثم الحرب النفسية من ضمنها حرب المعلومات، من ضمنها حاجات كثيرة اللي احنا بنقول عليها الحرب بالوكالة، الحرب عندنا برضو الثقة. نعم، حرب يعني هدم الثقة كمان. لا يعني هو دلوقتي بيجمع كمان بين حاجتين اللي احنا بنقول عليهم الحرب الهجين، بيستخدم فيها جزء من حرب المعلومات دي اللي هي حروب الجيل الرابع والوسائل المتطورة مع الوسائل الحديثة التقليدية الموجودة التقليدية. ويمكن احنا بنشوف حتى في الدوريات اللي كانت بتقوم بالتفتيش ومهاجمة ومداهمة هؤلاء الإرهابيين وأوكارهم بتطلع أنواع من الأسلحة يعني ممكن تبقى غريبة. أنا بنشوفها وبالذات رشاشات تقيلة جدا بتستخدم كمان، ونوعية ذخيرة غريبة بتستخدم. فكل هذه الإمكانيات وكل هذه الأشياء بتشكل خطورة جدا على المقاتل، وهو أصلا يعني بيفاجأ بها. وده أخطر ما في أنواع الحروب، بالذات هذا النوع من الحروب المفاجأة، إنه هو بيفاجئني بحاجة، يفاجئ هو اللي بيختار المكان، هو اللي بيختار الزمان، هو اللي مع نوع التسليح الموجود، مش شرط يكون سلاح، يكون تفجير، يكون هو نفسه بيفجر نفسه الوسيلة اللي هو راكبها بيفجر نفسه. لدرجة إن في بعض أبنائنا من الشهداء والنهاردة هم الشهداء كان بيحتوي هذا الانتحاري وبياخد عشان يبعد بيه عن زمايله أو وحدته. المنظر فكرة الدبابة شفتها حضرتك يعني ابننا اللي كان بيقود هذه الدبابة رد فعل سريع جدا، ويعني مستوى يعني أنا شخصيا يعني شايف أنه وأنا راجل متخصص وحاربت وعارف معنى أنه هو يبقى راكب دبابة ويتصرف التصرف اللي هو عمله ده، ده دليل على مستوى راقي جدا من التدريب ومن الروح المعنوية العالية والفداء، لأنه هو داس على العربية اللي هي كان فيها المواد المتفجرة بنفسه، وهي كانت ممكن تفجر الدبابة كلها تحتيه يعني. وبالرغم من كده ربنا يعني ده اللي بيخليني أخذ حضرتك كمان إن الفريق عبد المنعم رياض نعتبره كأنه أيقونة عسكرية. تكرر كتير قوي أمثلة زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي، الدبابة، الجندي المصري اللي ممكن يروح يحضن الانتحاري علشان يفادي كل زمايله، أو الكتيبة اللي بيحارب لحد آخر هو مصاب لغاية آخر نفس فيه. الفلسفة العسكرية المصرية عند المقاتل بتبقى ازاي؟ هو أساسا احنا يعني دي طبعا دي حاجات أكيد فينا يعني من جذور ممتدة عبر التاريخ ده أكيد يعني. لكن احنا عايزين نمسك، احنا لما بيجينا الواحد يبقى جندي أو بيبقى طالب بيروح كلية عسكرية، من أول ما بيصحى الصبحية بيقول شعار ليه، كل سلاح على فكرة ليه شعار وليه بيتردد. ممكن تقول انت سمعت أغنية الصاعقة الأخيرة دي بالزبط. ده في أغاني زيها كتير جدا لأن دي بتحفز صح. وتدي بتشجع الشعب كله. ده هي بقى كمان المقاتل اللي رايح يقدم نفسه حتى اللي رايح ينط من الطيارة وينفذ مهمة أو في تدريب بيقعد يردد، اللي هو الفرد المظلي سواء كان مظلي أو صاعقة أو صاعقة بحرية أو أي عمل خاص يعني عنده هذه الأناشيد وهذه الشعارات بيرددها. فرجل الصاعقة مثلا يقول شعاره اللي احنا بنقول عليه القيم بتاعت من ضمن القيم بتاعت التضحية، الفداء، المجد. مثلا الكلية الحربية انا وانا طالب من الصبح تقولها واخر النهار تقولها، اللي هي الواجب، الشرف، الوطن. ثلاث حاجات بتقولهم دايما تلاقيهم لازقين في ذهني، ودول بيشكلوا العقيدة بتاع المقاتل. في فرق بين العقيدة العسكرية وعقيدة المقاتل. عقيدة المقاتل نفسه كنا دايما نقولها برضو كل يوم مرتين وثلاثة في أي مناسبة، اللي بنقول عليه النصر أو الشهادة. حتى أنت تلاحظ السيد القائد الأعلى رئيس الجمهورية قائد العام القوات المسلحة كان قال النصر أو النصر.
يعني ايام ما عندناش بديل غيره، هو كان نفس الكلام موجود، النصر او الشهاده. في نفس الوقت لو حبصينا بقى للعقيده العسكريه المصريه بقى ككل، عقيدتنا ليست عدوانيه، احنا ما بنعتديش على حد ولا بنخرج بره حدودنا، ولكن احنا بندافع عن اراضينا وعن مكتسباتنا، وبنضرب عننا العدائيات اللي ممكن ان تهاجمنا. فحتى لما بنيجي ننفذ عمل خارجي بنضيف بنصبغه بالصبغه الشرعيه. يعني مثلا ما اروحش اضرب مثلا لمعسكر موجود بيوجه لي اعمال عدائيه زي ما حصل في ليبيا الشقيق ليبيا، قبل ما ننفذ هذه الضربه بالتاكيد، وده طبعا كان واضح جدا ان تم اختار الجانب الليبي وتم استئذان لان دي شرعيه، فنحن نحافظ على شرعيه دول الجوار بالكامل وخاصه انها دول اشقاء. فكل ده كل ده بيشكل هذه العقيده. نرجع لسياده الفريق عبد المنعم رياض. سياده الفريق عبد المنعم استشهد في وسط جنوده وفي الحد الامامي، مش في النسخ الاول. النسخ ممكن يكون اكتر من مكان شخص، اكتر من مكان متر يعني. على طول مباشره، يعني في رؤى مباشره. وبعدين كان الفصل قناه السويس كانت من اقل من 200 متر تقريبا يعني. فالعمليه باينه رؤى العين يعني واضحه. بس بقى طبعا نيران غادره وشخصيه موجوده اصابت سياده الفريق. برضه لازم نديله حقه ان هو من ضمن الناس اللي اسسوا الخطه الدفاعيه اللي كانت موجوده في هذا التوقيت في مواجهه خط بارليف وفي عوده القوات المسلحه اللي احنا بنقول عليها كانت الخطه 200 التي تطورت بعد ذلك لحرب اكتوبر 73 يعني كانت هي الاساس لهذه الحرب يعني. الحرب خلد كرمز للبسالة وقائد حقيقي فعلا يعني. فعلا ومثل مثل وقدوه يحتذى بها صحيح سياده الفريق يعني. الايام دي ست لو في دعوات ايضا بتدريس انه يبقى في المناهج تدريس ايضا لسير بعض من بطولات ابنائنا في سيناء او غيرها الحقيقه من بقاع مصر او على الحدود او في حتى في الداخل في الكمائن في غيرها، يعني في مطالبات انه ده يشمل. شايف ازاي خطوه زي دي وهل ممكن تؤثر في خلينا نقول في الروح المعنويه بشكل كبير او حتى في تنميه الوعي لدى النشء الجديد والوطنيه؟ الولاء والانتماء. الولاء والانتماء بيبدا يعني انا اتولدت هنا فانا منتمي لهذا المكان. الولاء بقى ولائي لأسرتي والقريتي والمدينتي والأهلي والبلدي، فده شيء مهم جدا. هذه القصص هي مش هتبقى قصص للسرد، دي حقائق يعني. احنا بنديله بنقول له دي مثل وقدوة تقتدي بيها، فبتزرع جواه وبتنمي معاه وبتؤكد فيه وبتغرس جواه من وهو طفل صغير روح الولاء والانتماء. والأهم فيها التضحية. يعني انت حضرتك لو تشوف الصور او التدريبات اللي بيجيبوها لابنائنا في القوات المسلحه في اي سلاح عموما، انه ما بيفكرش في نفسه فقط. يعني هنا حته الايثار بنقول عليها، ان لو زميله اصيب ينجده، مش قادر يمشي يشيله رغم الصعوبه، مش يسيبه لا. أيوه. حتى لما بيسقط مننا شهيد بنقول عليه الكلام ده حقيقي اللي بقوله. يعني انا عشته وشفته، فبنقول ملفظ مصر. يعني يقول فندم فلان الفلاني استشهد او عندي كذا، انا بروح بشوف بقول فين مصر. وبعدين نكمل مش هنقف. فهي دي مسيره يجب ان تستمر، ويجب ان نغرس في ابنائنا وفي اولادنا هذه الروح، الروح الطيبه دي وحب الوطن اساسا، ونقول عليها احنا الولاء والانتماء. فدي نواحي قيميه لازم تبقى موجوده داخل وناكد عليها. يعني انا بالعكس انا متفق مع حضرتك تماما ان احنا نؤكد عليها ودايما. وبعدين احنا تاريخنا مليان واسماءنا كتيره جدا عندنا يعني. انا مش هعدد اسماء قديمه وجديده يعني طبعا. فالموضوع موجود ومستمر ويجب ان نستمر وغيره، وحتى كتير جدا كتير شهدائنا كتير طبعا. كل ميادين مصر في كل شوارع مصر دلوقتي خلد اسامي شهداء كتير جدا، واحنا دورنا كاعلام او حتى ان احنا بنتعاون مع مؤسساتنا العسكريه وكمان مع اهالي الشهداء ومؤسسات كمان اللي في البلد، سواء كان في تعليم اعلام
احنا كلنا لازم نحط ايدينا في ايد بعض انه دي مش قصص كده بتحكى وكانها حاجه من الخيال او كانها حاجه ما كانتش موجوده او هي موجوده دلوقتي وبكره تتنسي. يعني لازم نستفيد منها كمان انها تكون دروس قويه نقدر على اساس ان احنا نبني جيل جديد عنده انتماء وعنده حب الوطن وعارف الوطنيه وعارف الناس اللي ضحت بحياتها عشان انا اقدر اعيش واولادي ونكبر في وطن عندنا مشروعاتنا كتيره للتنمويه نقدر كمان نستمتع بحياتنا ومستقبلنا ونثبت مكانتنا كمصر وسط كل الدول الجوار او حتى على مستوى العالم. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء محمد زكي الالف المستشار باكاديميه مصر العسكريه بشكرك نورتنا. شكرا متشكرين. بعد الفاصل أهمية مشاركة أطياف المجتمع المصري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.